أعلن المرصد السوري تعرض مناطق عدة في مدينة الرقة لقصف عنيف من طيران التحالف الدولي منذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية انطلاق معركة تحرير المدينة. وأضاف المرصد أن القوات توغلت في حي المشلب عند المدخل الشرقي للرقة إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم، فيما تحاول قوات النخبة السورية وقوات خاصة أمريكية السيطرة على مقر الفرقة 17 شمالية المدينة. هذا وقد أكد المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سيلو أن القوات تسلمت أسلحة متطورة من الولايات المتحدة لاستخدامها في المعركة. أكثر من 7 شهور قواتنا كانت تعمل لعزل مدينة الرقة عبر جهاز السلاسل، محاور السلاسل الشمالية والشرقية والغربية. بعد أن اكتمل عزل المدينة، حاليا قواتنا تقدم عبر المحاور السلاسل لمتابعة مهامها في تحرير مدينة الرقة. تلقينا الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية حسب توصيات الرئيس الأمريكي. هناك برنامج لتزويد قواتنا بهذا السلاح الحديث والمتطور لاستخدامه في حملة تحرير مدينة الرقة. أكد المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 17 عنصرا من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها في الغارة التي شنتها يوم أمس مقاتلات التحالف على البادية السورية. من جانب آخر، أفاد المرصد بمقتل وإصابة نحو 46 عنصرا من القوات النظامية وعدد من مسلحي تنظيم داعش في الاشتباكات العنيفة التي دارت بينهما في ريف حماه الشرقي، حيث تشن القوات النظامية هجوما على مسلحي تنظيم في محور قرية البرغوثية إلى الشرق من مدينة السلمية.